عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع، ونتمنى السلام للجميع. طبعا يا اخوان، الليلة بنروح نجيب كلب، هذا الكلب موجود في الحارة، يعني الناس بطعموه على اساس انه اخوته وامه ميتات عساهم سيارة، فظل هو منهم. فالزلم حكى معي قبل العيد اذا في حدا ياخده، فانا كنت بعد العيد باجي بناخده وبنعرضه لحدا يتبنى، ان شاء الله بالله اكيد ناس يتبنوا. اكيد بس نوصل نشوف شو وضعه. نعم، كيف امورك؟ مرحبا. اوعى تهرب بس، ها بترد عليك يعطيه ابراهيم يحط الحبل عليه. طيب بترد علي هاي وعيه. من الضوء هلا؟ شو ماله بده الكلب؟ بده اياه. احنا عمنا ناخذ ربي لك اياه. احنا هون بدنا شجر مع كلاب وعشان الجيران تضايقوا. فهمت عليك. عشان هيك والله. ماما حبيبي. ترم تعا تعا. امسكوا امسكوا هيهرب. هرب؟ هي هون هي هون. لبسكها رفع ركبتها شوفي. بدك يجي ابراهيم يمسكها وخلاص؟ لا هي انا هو بيعرف يمسكها. شدها من ركبتها. ايوه. شو اسمك انت؟ بدك كل اسمك بخلي لك الكلب. طب بدك خذها. شو اسمك؟ شو؟ هاي يلا تعال. تمام؟ مرحبا. سموهم ماتوا سم. انا فكرت دعس سم. الام والابو وضلت هي سبحان الله. مرحبا. طبعا هاي الكلبه اللي جبناها قبل 4-5 ايام اللي جبناها بالليل. طبعا هاي الكلبه قصتها زي ما قلت لكم انه حاطين سم للكلاب تحت وماتوا ابوها وامها واخوتها كلهم وضلت هي. والزلمه اللي رحنا عليه واخذنا الكلبه منه كان معتني فيها، لكن الزلمه بده يسافر، بده يسافر على العراق لانه الزلمه شغله غاض فما بيقدر، يعني فيش حدا يعتني فيها. فاتصل علي وجبناها هون، راح نعتني فيها عبين ما نلاقي حدا يتبناها. طبعا الكلبه انثى هي بلديه لكن حلوه، وزي ما قلت لكم قصتها انه ماتوا بالسم الاب والام والجراء كلها، ضلت هي. فالزلمه رباها من هي وصغيره عندي، لكن عنده ظروف زي ما قلت لكم بده يسافر. راح سلم شاطر شطوره، عشان هيك رن علي حطيتها عندي لها تقريبا كم يوم. احنا جبناها بالليل لكن ما كملنا بنفس اليوم، يعني هي لها عندنا تقريبا 5 ايام. شطوره شطوره شطوره. طبعا احنا اي كلب بنجيبه لازم نطعمه. طبعا هاي حتى لو الكلبه ضاله او كانت ضاله او شيء لازم نطعمها برضه، بتكون معرضة للفيروس. هلكيته هي في الطبيعة بيختلف، لما تتربى بيسيبها الفيروس لأنه في الطبيعة هي بتكسب المناعة، لكن لما تكون محشورة تعال. شتوا شتوا شتوا. هذا لازم نطعم. سلم سلم سلم.